تلفزيون نهار من خلال مفادنا. إذا كما نشاهد وصول الوفود، إذا وصول الوزير الأول عبد الملك سلال وفي استقباله وزير الطاقة نور الدين بوطرفة وكذا وفود من دول أخرى. يا عبده كبزوا لنا شوية معايا سيد الوزير الأول، دولة الوزير، هل أنتم متفائلين بالاجتماع تاع اليوم؟ إن شاء الله دائما متفائلين. ديري شوف ديري شوف شوف إذا كما لاحظنا في هذه اللحظة تم وصول الوزير الأول رفقة وكان في استقباله إذا تفضل هذا لوصول الوزير الأول عبد الملك سلال. كان طبعا في استقباله وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة رفقة الأمين العام لطبعا منظمة أوبك وكذلك الأمين العام لمنظمة أو الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة طبعا الذي تحتضنه الجزائر في طبعته 15. كان لنا نقل مباشر كما تابعتم منذ صبيحة اليوم لفعاليات هذا المنتدى والذي سيعقد على هامشه طبعا اجتماع الأوبك الغير رسمي الذي تتجه له كل الأنظار من أجل معرفة إذا كان سيصل يعني تصل الدول الأوبك لحل فيما يتعلق بسعر برميل النفط الذي أثار الجدل قرابة السنتين بعد انخفاضه ووصوله حتى إلى حوالي 30 دولار للبرميل الواحد. نذكر عن أجندة اليوم أن الوزير الأول عبد الملك سلال وبعد وصوله ودخوله الآن كما كنتم تتابعون سيكون هناك افتتاح رسمي طبعا معه ومع وزير الطاقة نور الدين بوطرفة وكذلك الأمين العام لصندوق أو عفوا الأمين العام للمنتدى الطاقة. ستكون هناك جلسة طبعا افتتاحية وكلمة للوزير ولوزير الطاقة، بعدها ستكون هناك طبعا وفقا للبروتوكول يعني التقاط الصور بين مختلف الوفود. من مركز المؤتمرات وصول الوزير الأول إلى قاعة المؤتمرات أين ستجرى فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة والمنتدى الدولي للطاقة في طبعته 15. إذن كما نشاهد الوزير الأول يصل إلى قاعة المؤتمرات. إذن في انتظار افتتاح الطبعة 15 من طرف الوزير الأول عبد الملك سلال في الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها بعد خمس أو بعد دقائق من الآن. إذا نترككم مع هذه الحوصلة. إذا افتتحت منذ صباح اليوم الثلاثاء إشغال المنتدى الدولي للخامس عشر للطاقة بمشاركة ممثلين عن أزيد من 50 بلدا سيعكفون على بحث الأفاق الطاقوية العالمية وكذا دور الطاقة المتجددة في تنمية مستقبلا.